اهلا وسهلا اخ جورج، انت معنا على الهواء. سلام الرب يسوع. سلام الرب يسوع معك حبيبي، اهلا وسهلا. ويرب ويبارك الاخ ثابت، كلام عظيم جدا. طبعا بس كنت اريد اشارك واقول اولا تعزياتي الروحيه الى اهل الشهيد وتعزيه كامله الى المسيحيين اجمعا، لانه نحن طريقنا قد فرش باجساد الضحايا وباكليل الشهاده. نحن لا نموت الله، ولكن في نكراننا وان توجب ان نموت فيجب علينا ان نموت، ولكن الرب لا يحب الشر، والرب علمنا بالبساطه وقال كونوا بسطاء كالحمام وكونوا حكماء كالافاعي او الحيات. الرب يسوع اخي نزار قال ربنا يسوع قال اولا ما هذا الطريق بموته، هاي اول شيء، وقال كل من يريد ان يتبعني يحمل صليبه ويتبعني. لم يطلب الرب يسوع منا ان نموت، ولكن قال كل من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. وهذا يثبت انه ايماننا ايمان حقيقي وليس بالفم، كما يقول في اشعياء هذا الجيل يعبدني في فمه فقط اما قلبه وعقله بعيد عني. ولكن هناك قال سيكون لكم هناك ضيقات، ولم يفرش مثل ما قال الطريق بالورود، ولكن قال لقد نكروني اولا وهكذا سوف ينكروكم. وبعدين الله خلق الناس، وبعدين كل السماء تفرح بكل خاطئ ياتي الى الرب يسوع. لم يامر كما في الاسلام يا اخي نزار انه ان اعطاهم عن عمليه القتل وعمليه انه هم الذين سوف يحاسبون. من انت لتحاسب؟ اولا لتكن نقيا كاملا حتى تحاسب. الله وحده الذي يستطيع ان ياخذ ما اعطى، ولكن الاسلام يضعون عمليه الاخذ في ايديهم. مثال يقول لك وقاتلوهم حتى لا تكون في الانفال الثمانيه، حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. بعدين يقول في سوره السبت، يقول في سوره الصف 61:4 ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. من هو هذا الاله؟ الاله لا يحتاج الى الناس. اخ جورج انا بشكرك اخي نزار، وكان في بس شغله واحده بدي اقولها اخيره. الاسلام دائما يقولون كل من قتل مسيحيا فهو مجنون. الحقيقه مضبوط المجنون الذي يقتل مسيحي، ولكن يقولون الذي يقتل المسلم فهو صاحي. لان العمليه عم بعكسها يا اخي نزار، انا ما عم افتهمت عليك كيف عم بقصد الامر، انه عم بيقولوا كل مجنون يقتل مسيحي، والحقيقه لازم يكون طيب. مجنون اللي يقتل المسيحي، لان المسيحي بريء وبعيد. اخ جورج وصلت مداخلتك حبيبي، شكرا كثير كثير لك. ربي يباركك. ربي يباركك، اهلين.